لك عيوني يا ارض حنا في جوالك يا مال لقى فزعته يا ارض حنا في جوالك يا مال لقى فزعته همتنا من شموخ جبالك وبروصها رايتك ان شاء الله رئيس الوزراء المقبل معنا هيك بالتحديد بس ما في اسعار اهل الكروم الكرام الجاه المستقبل الكريمه شكرا جزيلا على هذه الحفاوه انا باسم اهل السمامعه واصدقائهم واقاربهم وانسبائهم الذين كلفوني بان اتحدث هنا باسم اخي ايضا الاستاذ محمد الحاج اكبرنا ايضا سنا وقدر في منه سنة شكرا على هذا الاستقبال معالي الأستاذ نحن هنا لننفذ إرادة الله الذي جاء في محكم تنزيله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وإنا جعلناكم قبائل وإنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وقول رسولنا الكريم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تزوجوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إخواننا الأعزاء أحمد الله أولا على أننا في هذا البلد الهاشمي الأردني نتزاوج ونتخاطب ونتهادى ونتعازم في منتهى الأمان في منتهى الاستقرار كل ذلك بفضل رشدين الرشد الأول رشد هذا الشعب الذي تحمل ما تحمل وهو يدرك أن التحمل واحدة من المهام الوطنية ومن الضرورة الوطنية ورشد القيادة الهاشمية التي عبرت بنا أخطر سنوات تمر على شعوب هذه المنطقة وعلى أمم هذه المنطقة هي السنوات الثمانية الماضية نحن في عين العاصفة وفي المرجل الذي يفور ويمور وتعلمون أن الأمن أساس كل نشاط إنسان لا نستطيع أن نتزاوج ولا نذهب إلى العمل ولا إلى المتاجر وإلى الحضانات وإلى أي مكان إلا إذا مشينا على قاعدة آمنة وإلا إذا توفر الأمن لنا لنمارس كل نشاطاتنا الإنسانية ومن ضمنها هذا النشاط الإنساني الذي أمرنا رب العزة به نشاط التزاوج نحن نتحدث عن ابننا الذي نعرفه والذي نشد نسبكم وقد هداه الله إلى هذا النسب بأمان نسب الكركية أولا ونسبكم الكروم والنيبات نسب مشرف ونسب كريم نحن من طينة واحدة والناس تعرف بعضها زمان ولذلك الواحد يحس حاله بين أهله وبين ناسه هو هذا خالد الذي نطلب له ونأمل أن تلبوا طلبنا من كبار مشجعي المنتخب الوطني وقال لي احنا رايحين عند الثيبان نلعب على أرضنا وبين جمهورنا الحمد لله يعني معالي أستاذ الثيبان زي ما بقولوا بطلبوا بعضي واحنا يعني بين ايديكم الاخ خالد نعتز به كما نعتز بخياراته يعني. ما اختار الا بناء على بحث واستقصاء وهداه الله الى بنت الاجاوي الذي نامل من الله ان تكون نصيبه شكرا جزيلا معالي الاستاذ على هذا الاستقبال وشكرا كرام الناس الذين استقبلونا نامل ان تلبوا طلبنا لابنتكم امال الى ابننا خالد اعطاني اسمه خالد ياسر محمد السماعه قلت ليش لم تخطبك؟ يا سيدي الامر بين يديك ارحب بالجاهه الكريمه وعلى راسها معالي الاستاذ الكبير
الأخ والصديق محمد داودي معالي محمد داودي والصديق أيضاً والأستاذ الدكتور محمد التاج وصاحبهم. أرحب بكم باسم أبناء العمومة عشيرة البروم، أبناء عمومتنا وأنسبائنا، وباسم عشيرة الغيبات، وباسم أبناء الحرم المتواجدين في هذه القاعة. فأهلاً وسهلاً بكم. والطيبون عندما يقصدون بيوت الناس لا يرد لهم طلب، وأصحاب الكرم وأصحاب الخطوة الطيبة هم أصحاب الفضل. ولذلك أنتم جئتم في مسعى نبيل كريم لنشهد جميعا إن شاء الله بداية بناية أسرة تسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال معالي الأخ الكريم أبو عمر بأننا نقيم الأفراح في هذا البلد الطيب ونقيم الأعراس والاحتفالات، ولا نستطيع أي فرد أن يقيم مثل هذا الأمر إذا لم يكن هناك أمنا مستقبا واستقرارا. والحمد لله هذا البلد ينعم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الهاشمية وسعيها المتواصل وتعبها في سبيل حفظ أمن هذا البلد واستقراره، ينعم بالأمن والاستقرار. فالوقت في الوقت اللي احنا الآن نجتمع هنا لنشهد كما ذكرت بداية بناء أسرة مسلمة، أين نبعد كيلومترات فقط دماء تسيل وأعراض تنتهك وحرمات تنتهك وممتلكات تصادر، ولا يجد بعض الأسر والعائلات رغبة العيش. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الاستقرار، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض لهذا البلد أيضا قيادة حكيمة شجاعة استطاعت أن تقود هذا القارب في بحر متلاطم من الأمواج إلى أن تصل به إلى بر السلام. وأما قضية الزواج فقد ذكر أخي الكريم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله سبحانه وتعالى وضع لنا آية في الزواج، ولتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. العلماء، ولا أريد أن أطيل، السكن هو الاستقرار النفسي، المودة هي بعنفوان الشباب، الرحمة في سن الشيخوخة، كل واحد وصف يعني أخذ دواك ما أخذ دواك كذا كذا. فسبحان الواحد الأحد، سكن مودة رحمة. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. الحياة لا تقوم إلا على الثنائية والتزاوج. الوحدانية هي واحد أحد هو رب العباد، وبقية الموجودات الكائنات الحية حياتها لا تقوم إلا على الثنائية. ونحن الآن نشهد إن شاء الله بداية بناء أسرة ثنائية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله. ومما قرأت وأتذكر وهو فصل الخطاب، عندما جاء رجل يطلب ابنة عمر بن عبد العزيز، فتحدث حديثا طيبا متسقا منسقا كما تفضل اخي وصديقي الاستاذ ابو عمر. فقال له عمر الخطاب بعدما اقتنع من الحديث، قال له: يا هذا، قد سمعنا كلامك وعرفنا حاجتك واجبنا طلبك، وبارك الله لك، ولا اضيف اسرك اعوذك على كتاب الله وسنه رسوله، يا مرحبا بكم. سلام. الكرك من جنوب المملكه، نقول لكم انتم الجناح الايمن والشكر الايسر لهذا الوطن. ومن خلال هذه الجلسات، وكما تفضل معالي باننا نبني اسره صغيره، لا بل نحن نبني اسره الوطن من شماله الى جنوبه. فحياكم الله جميعا باسم جميع عشائر الكرك وعشيره القرون خاصه. يا ميت اهلا وسهلا فيك. يا سيدنا من وكلت يا خالد حيث تحس.
هاللي